السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة اليوم الترفيه الأول لحضانة الطفل العبقري. أول فقرتنا وهي التعرف على حيوانات الغابة. عارفين يا حلوين شايفين أنا جايبة معايا مين النهاردة؟ أنا جايبة السمسمة الجميلة. عاملين إيه يا حلوين؟ السلام عليكم. هو أنتوا نايمين لسه؟ لا. أمال إيه المركز نايمين كده ليه؟ سمسمة مش سامعة صوت، برد عليها السلام. هو حد لما يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كده، برافو عليك يا شطار الحلوين. أنتوا عارفين النهاردة أنا جاية ولا جاية ألعب معاكم لعبة جميلة. ماشي؟ عارفين أنا جاية وجايبة معايا إيه؟ معايا صندوق جميل. الطفل العبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء.
بناء الأبناء.